أهلا أهلا، طبعا اليوم بيكون عندنا رسمة بنت بالألوان المائية، فيب خليكم جاهزين عشان نبدأ مع بعض. أهلا أهلا، دارين من زمان عنك، نورتيني يا عمري. أهلا، بعد ينشغل برمضان حرفيا. رسمك يجنن يا عمري، أنا نورتيني. كيف رمضان معك؟ والله الحمد لله تمام، بس فعليا تحسون ضغط، يعني ما في وقت، أحس ما لي خلق أرسم، يعني ما أحس في مزاج للرسم، بس يدوب صيام وكذا. هلا بالفنانة، أهلا أهلا برسامتنا الحلوة، نورتي يا قلبي، والله أحلى من يحضر البث. طبعا رسمة اليوم خططتها بسرعة بسرعة، خططتها مع بعض، قلت يعني كذا مع نفسي خططتها بحيث انه تكون رسمتها بالتلوين والتظليل مع بعض. راح نتكلم عن تظليل البشرة، عن طريقة الدرجات اللي راح نستخدمها بالغامق والفاتح والاشياء هذه. طبعا قلت اغير عن الرصاص والفحم لاني مرة احس اني مليت منهم، فممكن ارجع للمائي باذن الله. خلونا نبدأ مع بعض يلا. طيب الالوان اللي راح استخدمها معاكم، الوان هيمي، جواش هيمي، طيب اللي هي هذه اسم الماركة. طيب بس راح استخدمها مو باسلوب القواش، راح استخدمها باسلوب المائي لاني مرة احب المائي وافضله. طيب وكمان راح اوريكم البخاخ، وانا قد تكلمت عنها ونزلتها بقناتي على اليوتيوب، البخاخ حقها اللي يساعد انه ما تكون ناشفة. طيب هذا هو، تمام، هذه الوان القواش. راح نسوي سيو يا عمري، راح نسوي درجات البشرة ونستخرجها مع بعض. يا قلبي أنا على الفراشات الحلوة، مرة شكرا، اسلموا يا عيني. طيب البخاخ هو هذا، طبعا الألوان والبخاخ كلها تلقونها بموقع كانفس. البخاخ هذا يساعد إنه ألوان قواش ما تنشف، طيب فتقدرون تخلونها عندكم من هنا لثلاث أربع سنين لقدام لأكثر، فبس تحتاج إنكم تبخون عليها بهذا الشكل بحيث إنها تساعدكم إنه الألوان ما تنشف وتقدرون تستخدمونها. طيب البث هذا راح يكون محفوظ وراح ينزل على قناتي في اليوتيوب. زي ما قلت لكم انا رسمت الرسمة، اذا بتصورونها وتخططونها بحيث تطبقون معي خطوة بخطوة، وراح اوريكم الفرش برضه راح نستخدمها ودرجات البشرة كيف راح استخرجها. تمام، فاللي ما سوى متابعة يسوون متابعة. طيب مجهزة الشاي ومجهزة كل شيء عشان كذا ناخذ الرسمة على مهل بخطواتها. اهلا 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 نور، نورتيني يا عمري، اهلا برسامتنا الحلوة. طبعا اللي ما شاف حساب نور ضروري ضروري يدخل ويشوف، لنا فعليا من احب الرسامين على قلبي، رسماتها شي صلاتي على النبي ما شاء الله حرفيا. يلا خلونا نبدأ، بس اجهز الالوان حقتي، ابغاها تكون مليانة موية بحيث، طبعا هنا مجهزة بالشي الحلو حقي هنا موية بحيث انه درجات تكون معاي اخف، زي ما قلت لكم ابغاها تكون اقواش ثقيلة. الساعة كم تفتحين بث؟ والله شوفي من بداية رمضان اتوقع اني ما فكيت بث او فكيت مرتين، فما عندي صراحة ساعات بث، بس بكرة بإذن الله راح نفتح بث على الساعة 17 كم، 17 ما ادري كم، بس انه على 17. صوري الالوان، هذه الالوان شوفيها اسمها هيمي جواش من شركة هيمي، كذا يجي شكلها. طيب بس راح اوريكم درجات البشرة راح نستخدمها مع بعض لانه ستاند لاصق بالكراسة فما عندي صراحة مساحة اليوم. الفرش ايش راح نستخدم؟ راح استخدم الفرش هذه شعر طبيعي، شعر حيوانات طبيعي، طيب فانا مره احبها. فاول شيء راح اسويه راح اسوي لي اخطط لون البشره. طيب فانا هنا اكتشفت انه البلت حقي اصلا ما في مساحه، بس خلونا ننظف البلت شويه. اشتقت لبثك وصوتك يا عمري، انا يا منور نورتي يا قلبي، شكرا، يسلموا الناس الحلوه اللطيفه اللي داخل البث اليوم. حرفيا كلامكم مره يبسط ومره يسعد ومره انتم ناس تفتحون النفس. طيب نظفت البلت على السريع، بس حسين يعطيني كذا مساحة. أول شي شوفوا بحط موية، شكرا يا رسامتنا الحلوة، يسلموا يا قلبي. أول شي راح أحط على البلت موية، طيب عشان يكون عندي مساحة، يسلموا يا عيني على الورد الحلو، شكرا الناس اللي تدعم البث، ممتنة لطفكم. طيب شوفوا أنا حطيت موية، أول شي دايما أحط موية وتكون مرة كثيرة، بعدين راح أخذ درجتين، راح أخذ أصفر. طيب على حسب البشرة أنتوا بتسوونها، هنا يختلف القواش كيف اخفي الكومنتات، اسحبيها يمين او يسار تروح.
حط الالوان على هذا. والله ودي احط الالوان بس انه مشكله ما عندي مساحه. ثواني طيب خليني اشوف شيء. ما عندي مساحه. ثواني اميلها لكم خفيف، راح احاول احطها هنا عشان بس الكاميرا ما تطلع اكثر. طيب شوفوا، راح اخذ من درجه الاصفر، تشوفون كذا. طيب راح اخذ من الدرجه هذه، طيب وراح ادمج معاها من درجات البرتقالي والوردي عشان تعطيني درجه بشره. طيب بس انه الالوان ما راح نكثرها، راح اخليها خفيفه، لان زي ما قلت لكم انا استخدمها باسلوب المائي، فلما استخدمها باسلوب المائي اخفف الدرجات على قد ما اقدر عشان تعطيني نتيجه بشره، لانه تختلف القواش عن المائي مره تختلف، الدرجات فيها ثقيله طبقات البشره. فانا احط بس اصفر اول شيء، يكون عندي الاساس اصفر، بعدين ابدا اخفف بشكل خفيف. الان بس ضفت اصفر وبرتقالي، وراح اوريكم اياها على هذه لما اجي انا ادمج البشره. ما ابغاها تكون لونها وردي بزياده والبياض اللي مايل على الوردي، لا ابغاها تكون فيها يعني قريبه للحنطي اكثر، عرفتوا؟ فراح اضيف الان بس اصفر زي ما قلت لكم وبرتقالي. اللي نشوف البشره هنا، المفروض تكونوا حاطين بجنبكم ورقه صغيره. طيب الحين الدرجه نوعا ما حلوه، طيب بس ايش راح اسوي؟ راح اوزع المويه على الورقة أول شيء، بحيث إيش؟ بحيث لما أحط الدرجات أقدر أخففها على راحتي. طيب الآن الفرشة أخذت فيها موية كثير، اللوحة خشنة صح؟ يب خشنة يا عمري. طيب جالسة أوزع موية خفيف مرة خفيف على الورقة عشان لما نجي ندمج البشرة تساعدني. زي ما قلت لكم ما أبغى الطبقات تكون ثقيلة، لا بأخذها بأسلوب المائي اللي أقدر أنا أتحكم بالدرجات. طيب لأنه راح يعتمد عندنا أماكن الإضاءة، أماكن اللي تكون فيها درجات فاتحة وأشياء زي كذا، فالطبقات بالماء ناخذها خطوة بخطوة وطبقة عن طبقة، يعني ما نحطها مرة واحدة كل جوها، لا ما نكثر الموية على الورقة برضو عشان يعني ما يكون عندنا مشكلة فيها. طبعا الورق اللي أنا عندي هذا نوعيته صراحة مرة ممتازة، من شركة أرتشز، مرة يفوز حرفيا، مرة يفوز، يتحمل الموية بشكل مرة كبير. طيب الآن شوفوا وزعت الموية، تمام. ترسمي رسمات للمبتدئين، يب قناتي على اليوتيوب اسمها عبير الحربي، فيها شروحات رسمات للمبتدئين مرة كثير. اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة. اللي طيب الآن شوف ببدأ أضيف اللون بس على معها. طيب أنا زي ما قلت لكم حطيت برتقالي مع أصفر، برتقالي كان خفيف والأصفر كان أكثر شيء. طيب وراح أبدأ أخذها وزعها على خفيف. أول شيء راح تكون عندي طبقة كاملة للبشرة، طيب فبداية بتكون عندي طبقة كاملة للبشرة، ثاني طبقة بتكون لا على مهل أبدأ أوسع. فوفو يا فوفو اسم قناتي باليوتيوب عبير الحربي. إذا لونت بالماء يحس إنه ورق يذوب، هذا طب يعني إنه الورق مو مناسب اللي أنتي مستخدمته مو مناسب. أول شيء لازم يكون الورق مناسب برسم المائي، تكون الورق مناسبة. وثاني شيء حاولي إنك تتحكمين بدرجات اللي تحطينها والموية، الموية ما يكون مرة كثير. وخلي بجنبك، تعرفين ترسمي رقم؟ يب عندي رسمات بالرقمي نزلتها على اليوتيوب الأسبوع اللي فات، ترى كان أغلب شيء نرسم رقمي. طيب الآن زي كذا أبدأ بس أحط على الأماكن اللي أبغاها تكون أماكن ظل أكثر شيء، راح أرجع وأكرر عليها. طيب الأماكن بتكون عندي أماكن ظل برجع أكرر عليها بشكل مرة خفيف. طيب وطبعا نسيب الورقة تنشف، أهم شيء بالطبقات انه نستنى بالمائي نستنى الورقه تنشف. احيانا بعض الطبقات ما ينفع نحطها فوق بعض فتعطينا درجه يعني مو مناسبه، طبعا اذنها الحلوه نسيناها. طيب هذا الشكل، صراحه الرسمه هذه رسمتها بشكل مستعجل بس اني حبيت تفاصيلها، حسيتها ملامحها مره ناعمه. طيب اللي ما سوى متابعه يسوون متابعه، اللي حابين يشتركون بدوره تعلم الرسم الواقعي للمبتدئين حاليا عليها عرض دورتين بسعر دورة واحدة، جمعتها لكم مع بعض. فأي حد حاب يتعلم الرسم يشوف محاور الدورة، تلقونها الرابط حقها هنا بصفحتي. حسابك حلو شرحك حلو، لكن يا عمري أنا شكرا يا قلبي يفوف على لطفك، إن شاء الله رسمك يجنن ممتن لطفكم. شيروا البث وسووا لايكات مرة كثيرة عشان البث يطلع يكسب الأول. اللي ما سووا متابعة يسووا متابعة، طبعا الآن جالسة استناها بس تنشف شوية. طيب زي ما قلت لكم اول شيء خففت المويه مره كثير، هو اللي انا جالسه استخدمها الوان جواش، ما هي الوان مائيه، الوان جواش. طيب بس انا استخدمها باسلوب المائي. بعد ما خليت انه النقطه في الدقن قهرتك امسحها ولا تزعلين. طيب
بعد ما خليت الورقة تنشف حطيت عليها طبقة مرة خفيفة، يصير أبدأ إيش، أبدأ أخذ من نفس الألوان اللي أنا سويتها، بس أخليها تكون مركزة شوية زيادة. طيب فراح أزيد على الأصفر برتقالي مرة نقطة بسيطة. طيب خلوني أرجع أوريكم الألوان اللي جالسة أستخدمها. استخدمت الأصفر هذا، طيب اللي كأنه مانجا شوي كذا اللون، واستخدمت البرتقالي هذا، تشوفون هذا اللي هنا النقطة هذه، هذا طيب هو هذا اللي أنا استخدمته، درجتين بس، بس إني أتحكم بالدرجات. مرة روعة، شكرا يا مون، يسلم يا قلبي. طيب نثبت أستان، طيب كذا حلو، واضح واضح. طيب الآن زي ما قلت لكم راح أبدأ أخذ من البرتقالي شوية بس وأثقل، طيب وأخلي الفرشة تكون ما هي معايا بزيادة، يعني كيف أقول لكم ما هي معايا بزيادة، يعني ما أحط فيها موية كثير عشان أبدأ أستخدم وأشوف الأماكن اللي تحتاج ظل، الأماكن اللي تحتاج نور، وأبدأ أشتغل عليها. طيب فغالبا زوايا العين من هنا بيكون عندي فيها فيها طبقة ثقيلة، تعرفين ترسم أشخاص بالحقيقة؟ أعرف، وكنت أستقبل أصلا قبل تقريبا 4 5 شهور كنت أستقبل طلبات وزي كذا، بس بعدين وقفت. شكرا يا فوفو، هو أنا مش بيضت معي لون بشرة بالألوان بوستر مقدم، والله ما أدري، ما قد جربتها صراحة ألوان البوستر، ما قد جربتها فما عندي خلفية عنها. طيب الآن زي ما أنتوا شايفين من هنا بشكل خفيف بس أحدد الأماكن اللي تحتاج عندي إنها تكون فيها ظل. طيب وتدرجات الظل بتكون معايا على مراحل، راح أخليها تكون قريبة للواقعية الرسمة. طيب بهذا الشكل نبدي نخفف من هنا، نتحكم بأماكن الإضاءة. مراحل عبير، كيف حالك؟ يا عمري أنا نورتيني يا قلبي، كيفكم؟ منيح إن شاء الله. رسمك جنب يعرف يكون على الورق، يكون الألوان الرسمة تختلف، فلازم أتدرب على التلوين. يب ببداية حطي لك ورقة واجلسي جربي تحطين عليها درجات البشرة، تحطين الألوان وتشوفين اللي تناسبك على أساسها تشتغلين. الألوان البشرة هذه ترى ما استخدمنا فيها كثير، لونين أصفر وبرتقالي، الأصفر هو كان الأساس، نزل اللون اللي من هنا. أيوة عادي، راح أبدأ أشتغل بعدين أسحب من هنا، زي ما قلت لكم درجات التظليل بتكون على مراحل. طيب راح ناخذها خطوة بخطوة، ببداية عادي تكون أماكن الظل عشان تكون قريبة إنها تكون الرسمة واقعية، لازم تكون فيه كيف أقول لكم إياها الكلمة، يعني تكون فيه طبقات متناسقة بالألوان. صوتك هادي ومريح، شكرا يا عمري، ولا مرة لو أنت مائي أو مرة جربي، مرة حلو فعليا المائي مرة ممتع. أنا تقريبا سنة 21 كنت مركزة بشكل كامل بس على المائي، حرفيا بس كنت أرسم مائي، بس السنة هذه حبيت إنه أرجع للفحم والرصاص، نهاية 21 رجعت للفحم والرصاص، بس أحس جوي بالمائي أكثر. طيب الآن شايفين من هنا الطبقات هذه كيف أنا أجي أدمجها عشان من هنا ما تكون فيه فراغات. أول شيء أجيب منديل جنبي، طيب هذا المنديل، وأجيب الفرشة وأنظفها عن اللون اللي قبلها، بعدين أخذ فيها موية وما يكون خفيف. طيب الفحم حلو، الفحم أحسن شيء، والله الفحم حلو. طيب بس أحس الواحد أحيانا لما يرسم يحتاج إنه ينوع، شايفين أجي أدمج بالموية بشكل خفيف الطبقات اللي تكون عشان ما تجي عندي فيها بقع، الطبقات اللي أبغاها تكون متناسقة أدمجها بشكل خفيف. تمام أشياء ما كان مهم بالتضليل إنه ما أعرف أظل الأبارة أساس التضليل. منور أهلا يا عمري، نورتيني والله. طيب شوفوا هذا الشكل الآن، هاي تقريبا عندي الطبقة الأساسية. طيب عندي أماكن شوي خفيفة وأماكن شوي فاتحة، بعدها راح أخذ من درجات إيش، من درجات الوردي وراح أشتغل عليها. أهم شيء بالرسم يا جماعة ترى إنه الدرجات تكون متناسقة، وزيادة إنه تكون الورقة تدونها مجال إنها تنشف، طيب عشان نقدر نتحكم بالألوان. حبيت ما شاء الله حركة اليد، أهلا هلو، كيف أقول لك أنت ترسمين مين؟ ما أرسم شخصية معينة، الرسمة مو شخصية معينة. اللي ما سووا لايكات للبث شيلوا البث وسووا لايكات كثيرة حياة البث يطلع اكسبلور. طيب الآن راح أبدأ أغمق، شوفوا من هنا عندي الزوايا شفايفها، شايفين من هنا ما سويت لها خط واضح صراحة، كنت أبغى أحدد الرسمة معاكم بشكل أغمق شوية بالقلم، بس إني نسيت دوبي تذكرت البث مسجل. يب بإذن الله إذا ما علق الحفظ من تيك توك نفسه راح أنزل لكم إياه على قناتي في اليوتيوب، بس طلع لي اكسبلور، والله نورتيني يا عمري. الالوان اللي انا استخدمها الوان اسمها جواش من شركه هيمي. طيب ارجع من هنا اغمق بشكل غريب. طيب شوفوا الان بخلي الوردي من فوق شوي ثقيل، وبعدها راح ارجع اخفف بالمويه. طيب بهذا الشكل اخفف بالمويه وابدا ادمجها على نفس الورقه عشان يعطيني درجه خفيفه، لانه راح اسوي لها بعدين بالدرجات الاغمق.
راح نشتغل بفرشة التفاصيل اللي هي هذه، تمام؟ انه نغمقها اكثر. العدسة العين وتفاصيل العين من جوا برضو راح اخليها اخر شيء، ما راح نشتغل عليها بالبداية. طيب تمام. بصراحة مشاهير والله ما ارسم كثير، يب للأسف يعني مو من النوع اللي يحب ارسم مشاهير. طيب من هنا لما نجي احنا نرسم نحدد الاماكن اللي تحتاج ان تكون فيها ظل، اضاءه، وتختلف معانا على حسب اصلا الصوره ماخوذه من اي زاويه. فاذا انتم تطبقون على صور واقعيه موجوده عندكم، يفضل انه تاخذون يعني تطبقونها بتفاصيلها حتى لو كانت بس صوره مرجعيه، عرفتوا؟ بس انها تكون تاخذون منها قياسات بدون اي حوسه عادي. ايه نوع الفرش؟ الفرش هذه والله ما لها اسم معين، بس انها بشعر طبيعي، شعر سنجاب. انا اخذتها من موقع كانفس وعليها اسم الماركه، بس لو بحثتي عنها بتلقينها متوفرة بأغلب يعني المواقع اللي توفر الشعر طبيعي، في رش بشعر طبيعي تلقينها فيها. طيب شوفك بجلسة أشتغل على مهل المائي، تحتاج صبر، حرفيا تحتاج صبر. إيش الألوان اللي عندك؟ الألوان اللي عندي جواش من شركة هيمي، قلتها أكثر من مرة، جواش من شركة هيمي. طيب من هنا بعدين أرجع أغمق. طيب هذه الزاوية راح تكون عندي برضو أغمق شوية، برضو الأنف راح نشتغل عليه عشان تكون عندنا درجات طبيعية. خسارة كان لو في مساحة يمدي بالكام، وريتكم الرسمات المائي اللي أنا اشتغلت عليها قبل فترة. صراحة المائي مرة ممتع، فأي أحد حاب يطلب من موقع كانفس يستخدم كود خصم AX24 راح يخصم لكم من قيمة الطلبات ويوفر عليكم من سعر الطلبات. طيب الآن بهذا الشكل، طيب عندي زاوية عيونها من فوق فيها درجات أغمق. طيب نغمق لزيادة ونرجع نشتغل على التفاصيل. للآن إيش الدرجات اللي استخدمنا؟ استخدمنا أصفر الدرجة الأساسية لبشرتها، واستخدمنا برتقالي خفيف عشان يعطيني لمعة أو يعطيني شكل البشرة حقتها درجة اللون، والوردي غمقت فيها هذه عشان يعطيني بس الأماكن الغامقة بشكل أكثر. ايش الكراسة المناسبة للألوان المائية؟ طيب اذا خلصتي وريني، ابشري من عيوني. شوفي استخدمت انا قبل من وينسل اند نيوتن كراسة، ومرة كانت حلوة، استخدمت الحجم الصغير، اخذتها تقريبا بسعر 25. بعدها جربت ايش هي، ايش كانت الشركة، استاس مود شي زي كذا اسمها، والله ضيعت اسمها. كانت عندي مجموعة مرة كبيرة منها، مناسبة احسها للمبتدئين، بس اللي يشتغلون على طبقات كثير بالمائي يحس لا مو مرة مناسبة، هي خاصة بالمائي. فأنت إذا كنتي رايحة تشترين، واللي حاليا عندي احترافية وصراحة سعرها مرة غالي، اللي هي كراسات أرشيز، حلو خامتها بس مشكلتها أنها مي مناسبة للمبتدئين كون سعرها مرة غالي. ستراس أيوة اللي هي هذه، ضيعت اسمها. إيش كمان حاليا اللي استخدمها أرشيز اللي لونها برتقالي، بس غالبا يعني الألوان المائية انتبهوا إنه تكون وزن الورقة 300 تقريبا تعتبر مناسبة، وإذا مرة قليل شوي 250 يعني تكون متوسطة، بس مو مرة اللي تحسونها تنفع إنها تكون مائي، بس يعني تلقون بعض التصنيفات الورق على ذا القياس كراسة. طيب خلنا نكمل. طيب الآن بجي للأنف من تحت. طيب أنا بالدرجات لما تكون البشرة فاتحة أمشي على مهل، يعني ما أغمقها بشكل مباشر، لا أخذها على إنها طبقات. لما تكون البشرة معايا شوي لا درجاتها غامقة لا عادي. أول رسمة كراسة إيش اسمها قلتي، وينسل أند نيوتن، أول كراسة وينسل أند نيوتن. صراحة مرة حلو، مرة حلوة خامتها. جربت مقاسات كبيرة وجربت مقاسات صغيرة لنفس الورق ومرة عجبتني، بس اللي أفضلها الآن ملمسها خشن، هذه أحسيتها ناسبتني أكثر. مرحبا أخينا صار لي فترة، نور يا نور، نورت يا عمري، أهلا بنور الحلوة. طيب الآن بجلس أغمق بستنى الطبق اللي من فوق تنشف حق زاوية الأنف. الظلال من هنا ما راح أوصلها مرة بشكل مباشر، يعني ما راح أكثرها بزيادة، ناخذ الموية وننزلها على تحت. الحين كراسة أرسم بيها بلون أبيض خشبي، إيش اسمها يا ربي، عاد تسألوني عن نفس الكراسة وضيع اسمها، إيش اسمها، ستراث، خلينا نقرأ اسمها على مهل وراحت، ستراث مول توقع كذا اسمها، اللي هو في منها أوراق لونها بيج وبني، تناسب إنك ترسمين أبيض. تبيعين لوحاتك؟ لا والله ما أبيعها حاليا، صراحة ما أبيعها ولا ملتفتة إنه استثمر فيها. طيب من هنا نضلل. طيب ومن هنا الشفايف، الشفايف بتكون عندي من درجات الورد الفاتح،
طيب ما راح اخليها تكون غامقة مرة. هنا لما يكون عندي موية زايد بنفس الفرشة اسحبه. ما شاء الله رجعت تسمي بالماي. ايه اشتقت له يا نور حرفيا، والله مرة اشتقت له. الان جالسة افكر ما ادري ايش ارسم فيه، فلقيت نفسي كذا ماسكة الماي وسويت لي سكتش على السريع وبدأت ارسم. فان شاء الله انه خلاص ابدأ استمر على الماي. الرصاص والفحم حلو بس خلاص اللي اعطيته حقه بزيادة، حس بديت خلاص ابغى انوع. طيب الان شوف بالفرشة الصغيرة، عندي هنا فرشة صغيرة، راح ابدأ اسوي تفاصيل بسيطة بحيث بعدين ارجع اكمل عليها. ممكن قست؟ لا والله ما اقبل قستات، سوري سوري بس ما افتح قستات. طيب الان ممكن اخذ برتقالي شوي، طيب وراح اخذ اصفر شوي، راح اغمقه درجة ابغاها تكون غامقة شوية. زي ما قلت لكم الدرجات اللي استخدمتها برسمتنا اليوم برتقالي واصفر هي اللي كانت الاساس. تمام تحسي رجعت ايه بالضبط، يا ربي المائي كذا يديكم انتعاش برسماتكم. طيب ببدا اغمق على الخفيف لانه بعدين برجع اخففها لما اجي اسوي هذه برجع اخففها بشكل خفيف، بس عشان تكون في زي عندي خطوط اساسيه. طيب هذه طبعا بالفرشه الصغيره راح يكون عندي دمج على فوق بحيث تعطيني تفاصيل خفيفه لكسره العين من فوق. طيب انا صراحه لما اجي ارسم التفاصيل هذه ما احب اني اسويها بدرجات غامقه، لا افضل انها تكون بدرجات فاتحه عشان تعطيني وكذا يعني تفاصيل حلوه تعجبني، يعني باختصار انها تعجبني لما تكون بدرجات فاتحه اكثر. طيب الان شوفوا جالس اخذ على فوق بحيث يعطيني التدرجات، طيب بشكل خفيف مره. فهنا كل رسام واسلوبه اللي هو يرسم فيه بالمائي، لا تقيدون باسلوب احد، عادي انتم نوعوا او جربوا اكثر من طريقه لين ما توصلون لمستوى معين ترتاحون فيه. بخمس الوان بلوحه واحده حل ما فقدان الشغف، والله العظيم هذا السؤال الوحيد اللي تسالني اياه، لاني انا كذا اجلس فترات طويله احس ما عندي حماس وشغف للرسم نهائي نهائي. بدأت الفتره اللي فاتت يعني تقريبا من شهر اللي فات وانا بالقوه اسحب نفسي عشان امسك لوحه وارسمها، فيب للأسف يعني. الفرشة كبيرة من وين؟ فرشي من كانفس، من موقع كانفس، اللي حاب يطلبها يستخدم كود الخصم حقي اللي هو AX24. طيب العين الثاني نفس الفكرة، لما أجي أشتغل أنا غالبا أجي أشتغل على نفس العينين بنفس اللحظة، مع إنه مو كثير صراحة، بس لما أكون بشروحات أطبق الفكرة هذه بحيث تكون للمبتدئين أسهل، إنه لما تطبقون على العين الأولى ما تنسون الخطوات حقت العين الثانية، بيكون الموضوع بسيط عليكم. طيب من هنا برضه نفس الفكرة، أول شيء أغمق العين الثانية، بيكون الموضوع بسيط عليكم. طيب من هنا برضه نفس الفكرة، أول شيء أغمق التفاصيل بالفرشة، الفرشة هذه شوفوا إيش حالاتها، الفرشة هذه والفرشة الثانية. طيب هذه مقاسها 2 أتوقع، من هنا تبدون تستخدموا التفاصيل ومن هنا عادي المساحة البقية عادية، الثانية هي كاملة عريضة. أوكي ليش تبي أنتظرك وبدور على بثك؟ طيب انا ارسم الالوان بكمل. طيب الان نفس الفكره، احط بالفرشه شوي مويه بعدين ابدا اسحب تضليل البشره على فوق. طيب اللون مركز اللي انا حطيته من هنا ابدا اسحب على فوق، لانه زي ما قلت لكم ابغى الطبقه تكون خفيفه. طبعا اللي حابين يتعلمون ترى مسويه سلسله تعليميه للالوان المائيه على قناتي في اليوتيوب اللي هي عبير الحربي. تمام كيف تتطورين؟ التدريب، التدريب بشكل مستمر، انك تتابعين رسامين يسوون شروحات، انت من نفسك تجربين، هذه كلها تديكي كيف اقول لك، تديكي مهاره زياده، تديكي اتقان اكثر. لما تجلسين انت تجربين مره ومرتين وثلاثه وتدربين، كل ما اعطيتي شوفي كل ما اعطيتي الرسم وقت او اي مهاره انت حابه تطورينها، كل ما اعطيتيها وقت كل ما لقيتي نفسك سابقه غيرك بالمستوى، عرفتي؟ طيب طيب الان برجع اشتغل على الانف، لما نشف الانف برجع اشتغل عليه، فأترك طبقة طبقة لما تنشف وبعدين أرجع أشتغل عليها، عرفتوا؟ أخذها كذا بفكرة الطبقات، لأنه الماء يحتاج إن الطبقات تكون تنشف عشان تعطيها نتيجة حلوة، يعني بالنسبة لطريقة التضليل اللي نستخدمها. سلام أهلا وعليكم السلام. طيب الآن بنفس الفكرة حطيت طبقة شوي غامقة وراح أبدأ أغمق فيها من هنا، حطيت الطبقة تكون بلون برتقالي. عمرك سنة ترسمين رسمك ما شاء الله. شوفي أنا من أول ما طلعت الدنيا صراحة وأنا كنت أرسم، يعني من وأنا صغيرة 12-13 سنة وأنا أرسم، بس متى بديت أركز إنه أتدرب على الرسم؟ من تقريبا 2017،
بديت أركز إنه أتعلم الرسم الواقعي، مرة بالفحم مرة بالرصاص والأشياء هذه. طيب الآن الدائرة هذه ما رح أسيبها بهذا الشكل مقوس وما فيها ضوء ما فيها تظليل، لا زي ما قلت لكم، أول شيء أمسح الفرشة بموية تكون عندي بدون لون. طيب وبعدين أبدأ إيش أخذها مع بعض زي بالدمج، شفتوا بالدمج لما نستخدم المدعكة، أنا الطريقة هذه أسويها. شكرا يا عيني، يسلم على الناس الحلوة تدعم البث، ممتنة لطفكم. أجي أنا أسويها بهذا الشكل، أحط موية خفيف وبعدين أبدأ أظلل بحيث تعطيني إنه هذه الأطراف غامقة والباقي تكون عندي فاتح، تمام؟ فهذه الطريقة تساعدني إنه الرسمة تطلع فيها تفاصيل واقعية أكثر. طيب شكرا للناس الحلوة تدعم البث، شيروا البث على أي حد حاب يتعلم رسم فعشان الكل يستفيد معنا. أنا ورق عندي سمكة 300 مع ذاك شوات في قطع شو، ممكن تكثرين عليها بتكملين بالبث، أحس بتطلع مرة حلو. يب يب الرسمة كاملة بنكملها بالبث. اللي تسأل عن الورق يتقطع، شوفي إذا وزنها 300 فالمفروض أنها تكون ماشية معك تمام، والطبيعي أنها تكون ماشية معك تمام في الماي، إلا ممكن أنه تكون مشكلة بكثرة الموية أو أنه ماركة الورق نفسه مو ذاك الشيء. شكرا يا عيني على القلب الحلو. الآن من هنا شوفوا بتكون عندي زاوية الشعر من فوق، أماكن قريبة من الفروة بتكون عندي برضو فيها ظلال أكثر، ونفس الفكرة أرجع وأكرر عليها نفس الشيء. طيب بشكل خفيف بحاول ان المويه ما اكثر بزياده عشان ما ينزل على الرسمه من تحت. طيب من هنا بهذا الشكل ابدا اخفف، هنا عندي كان ثقيل وابدا اخفف. طيب الان شوفوا من هنا زي ما قلت لكم نخفف الفرشه وناخذ فيها مويه خفيف. طيب وبعدين هل جربتي ترسمين كذا لون بلوحه واحده؟ هل جربتي ترسمين كذا لون بلوحه واحده؟ ما فهمت والله ايش تقصدين. قد جربت بالخشبي أرسم بلون واحد، تقصدي بلون واحد بس؟ ما فهمت، كذا لون طبيعي إنه أغلب الرسومات نرسمها بكذا لون، فهمتي علي؟ فيب طبعا البث هذا راح ينزل على قناتي في اليوتيوب، يعني أنواع ألوان. أيوة قد جربت، في رسمات عندي جامجة فيها ما بين فحم وأكريليك، وعندي رسمة دامجة فيها قواش وأكريليك. شكرا يعني من لطفكم. لا تستخدم دفتر 100% قلتلك اسم الشركة فاكبت. طيب الآن هنا نشوف ونصين. طيب الآن بغمق بس بشكل خفيف من هنا على أطراف الأنف. طيب هذا الشكل. مساء الخير، أهلا، مساء النور، وين رسمة البنت السمكة؟ مرة أحبهم العصافير، وين؟ ليش ما يصحون؟ طيب مرحبا أهلا. طيب الرسمة هذه بالأيباد، خليني بعدين بس أخلص أنزلها. أتوقع نزلتها مقطع، بلا ما نزلتها هنا، معقولة ما نزلتها لسه؟ أتوقع حس بالي نزلتها مقطع. طيب نسوي الشفايف بعدين بنطلع على العيون ونشتغل على تفاصيلها خطوة بخطوة، وأسيب البشرة آخر شيء. طيب المفروض البشرة خلينا نسوي لها من هنا تظليل بسيط، البشرة طبعا بيكون فيها أماكن ظل نركز عليها أكثر، طيب عشان توضح لي إن فيها تفاصيل، بس راح أسيبها آخر شيء. راح نشتغل الآن على الشفايف وبعدها العيون، أو بعدين ناخذ آخر شيء نرجع للبشرة عشان نبين فيها الواقعية والتفاصيل، بس بخلي الآن معاي الشفايف. طيب قاعدة تلونين بلون خشبية؟ لا يا عمري، قاعدة ألون بألوان مائية. ظهر ستلك قلوب 600 مرة حسب، يا عمري أنا والله من لطفك، شكرا يا قلبي. يب يلا خلونا نسوي الشفايف. الشفايف راح أخليها من درجات إيش الدرجة هذه، ثواني أخليها من درجات الوردي بس اللي مرة فاتح، يعني اللي ما بين وردي وأحمر، عرفتوا؟ غير ألف ستاند عشان حاطة اللوحة واللوحة مقاسها كبير فما يمديني ألف ستاند، فخليني إذا رفعت اللوحة أوريك إياها. الدنيا عندي كلها ألوان فما أقدر أغامر أرفع الجوال ويطيح. طيب الآن شوفوا الشفايف معايا. طيب بتكون الشفايف من هنا، طيب ومن هنا، هذا خط الشفايف وعندي شفايفها كذا فيها ارتفاع، يعني مو مقفلة فمها بشكل كامل، بعدين بشكل كامل طالعة على فوق، من هنا عندي تقويسة وبرضو طالعة على فوق. ممكن تشوفون اللون الآن شاذ، بس حدنا نبدأ بتفاصيل الرسمة لا بتلاحظون إنه الرسمة صارت شكلها طبيعي. فيب هل أفضل أشتري فرش خاص بالمائي؟ والله شوفي أنا عندي الفرش الأساسية صراحة اللي أستخدمها برسمات المائي هي للمائي، يعني أنا اشتريتها وهي ماركات للمائي،
بس عندي كذا فرشة أستخدمها، هي خاصة بالأكريليك وعادي تعطيني نتيجة حلوة. بس يب اشتري، شوفي تبغى نصيحتي، اشتري واحدة تكون حقت ترسمين فيها عادي بشكل كامل، وواحدة تكون حقت تفاصيل، عرفتي؟ فخلاص يكفونك، هي كفرشتين تكفون يوفون. أنا صراحة ترى مو من النوع اللي أنوع مرة بالفرش حقتي أستخدمها. أنتي درستي فنون ولا هواي؟ لا والله هواي، تعلمتها كذا من نفسي. طيب الآن الشفايف من هنا بشكل بسيط، بعدين راح أكمل تفاصيلها الخفيفة، طيب؟ لأنه أبغى أسوي تظليل خفيف من هنا يعطيني إنه الشفايف نازلة على البشرة بشكل خفيف، عرفتوا؟ يعني تعطيني طبقة البشرة نفسها. لما أكون بأماكن معينة كذا يهدي صوتي، أخاف إنه أخرب الجزئية. طيب خلونا نطلع الآن للعيون. العيون راح أستخدم لها الفرشة هذه من الفرش الصغيرة اللي عندي. بنخلي عيونها تكون من درجات البني، طيب، عشان يبديني أبرز فيها التفاصيل. فراح أحط لون بني وناخذ موي شوي بس أدور اللون البني. طيب هنا حطيت لون بني، الله العيون أخيرا، يب العيون أخيرا. خلونا نخفف الموية بس عشان ما أبغاها تكون ثقيلة لما نيجي نشتغل على باقي التفاصيل. طيب أول شي راح أعبي عدسة العين من جوا، طيب، مع انه دوب انتبهت اني ما ظللت بياض العين من جوا. بياض العين زي ما هو معروف ما نخليها انا دائما ابيض من جوا عشان تكون فيها واقعية اكثر، يفضل انها تكون فيها انعكاس اما لون البشرة نفسه وبعدين احنا نغمق ونشتغل، او يكون فيها مدرجات السماوي الفاتح مرة او اصفر من الدرجات هذه. طيب من هنا برضو نفس الفكرة، راح اغمق العدسة العين زي ما قلت لكم، نشتغل على اللي اشتغل عليه بالعين الأولى أشتغل عليه بالعين الثانية. مو دائما إن العيون تكون متطابقة بنفس الشيء، لأنه أحيانا بعض العيون أصلا طبيعية ما تكون فيها نفس وزنية التشابه. طيب مرة شريت فرشة صارت أشعة خفيفة ومرة تطيح. هذه تكون يعني اشتريتها يعني تكون تجارية، يعني كيف أقول لك، ما تكون شركات مخصصة للفرش وبسعر حلو. إذا تبغين رأيي، شوفي هذه أخذتها من كانفس، طيب مرة حلوة صح، إن سعرها غالي بس أحيانا يسوون عليها عروض. طيب تكتفين بواحدة، خذي واحدة أما مقاسها كذا تكامل البشر، أو خذي واحدة تفاصيل وكذا. وفي نوع ثاني عندي اللي هي هذه، طيب أنا اشتريتها للأكريليك، تيجي شكلها زي كذا، طيب مجموعة كاملة بتقول لك فيها أشكال مختلفة، سعرها برضو مو غالي رخيص يعني سعرها حلو. أو اشتري الفرشة اللي تتعبى من جوا، هذيك برضو كانت حلوة، كان في الخليج بس، يب للأسف للخليج، مو للخليج أظن، بس السعودية يوصلون حاليا، ما يوصلون لبرا. فيه الفرش من شركة ساكورا اللي تتعبى، مرة ترى حلوة مرة ممتازة. طيب خلونا نرجع نشتغل العين. شوفوا العين ايش راح اسوي الان، راح اخذ موية خفيف ونقطة، بس مرة نقطة من لون السماوي، طيب بس عندنا هو جواش، فحاولوا لما تاخذون تكون النقطة خفيفة، حرفيا خفيفة. طيب عشان ايش؟ عشان نحط لها تفاصيل من جوا العين، لان زي ما قلت لكم العين اذا احنا نبغاها تكون بشكل واقعي اكثر، يفضل انه نخليها، شو يقولوا لها، نخليها تكون فيها تفاصيل لمعة عشان تعطينا انعكاس واشياء زي كذا. طيب فشوفوا من هنا بشكل خفيف، ما نجي للعدسة لان العدسة احتمال تكون فيها لسه موية، فراح تبقى مع بعض او تندمج الالوان مع بعض. طيب ممكن انتم تشوفونه ما هو واضح معاكم، بس انه لما نيجي نخلص الرسمة بشكل كامل ترى نلاحظ الفرق، حرفيا نلاحظ لما تكون الورقة مسيوبة من جوا على انها لون ابيض، تجي كذا كأنها فيها شيء غلط، بس لما نضيف لها تفاصيل خفيفة لا تجي شكلها حلو. طيب الان بالفرشة الاصغر للتفاصيل، فنانة شكرا يا عيني، بالفرشة الاصغر للتفاصيل راح اخذ لون بني واحدد فيه عدسة العين بالكامل، طيب يكون لون بني واحدد كامل العين مع بعض، طيب من جوا على فوق، شوفوا يعني ما اطلع من الحدود من جوا، بس نحاول قد ما نقدر انه يدي ايش ما تسوي فيني مقلب. طيب هذا الشكل نحطه من هنا، شوفوا ما طلعت على برا لا بس من جوا، برضو من تحت نفس الفكرة. شيروا البث، اللي ما سووا متابعة يسوون متابعة، ادعموا البث. الان ليش سويت دائرة بهذا الشكل؟ عشان تعطيني التدرجات. طيب حطيت العدسة من جوا، راح اوريكم كيف التدرجات انا اقصدها. اسمع الحين لما احط الخلفيه اسود بس ما يطلع اللون اسود، بس لونه فاتح. طيب بالخلفيه صراحه ما انصح انكم تسوون لون اسود بالمائي، سووا بالاكريليك، الاكريليك يعطيكم نتيجه قويه، المائي يحتاج الاسود تسوون طبقات عشان تكون الدرجه مره داكنه، عرفتوا؟ فيب
طيب العين الثانية نفس الفكرة. طيب أهم شيء تكون الورقة ناشفة، ما أحط يدي والورقة فيها موية عشان ما تخرب الرسمة. بعدين نفس الفكرة، شوف الآن لما الخط طلع على برا انتشر الموية على الجهة الثانية، فيفضل لما نيجي نسوي تكون الورقة الناشفة نهائي. طيب هذا الشكل، وبرضو من تحت نفس الفكرة. ما عندي مشكلة يتلخبط من جوا، لأنه من جوا راح ندمجه بعد شوية، بس عندي من برا ما أبغاه يطلع من برا ويخرب التفاصيل. طيب هذا الشكل، ومن هنا برضو راح أحط نقطة، وراح تشوفون كيف لما راح ندمجه كيف راح تطلع شكلها. طيب حطوا دي عشان طيب الآن راح أدمجه بعدين بدرجة أغمق، بدرجة أفتح شوي بحيث إنه يروح، بس برضو عقلتكي نمسح بالمنديل ممكن يروح. طيب اللي ما سوالي متابعة على قناتي في اليوتيوب سووا متابعة، مسوي عليها تشريحات، مسوي عليها سلسلة تعليمية، نزل عليها برضو شروحات رسم بشكل مستمر، فلا تفوتكم. طيب نسيب عدسة العين بس شوي تنشف. طيب الآن راح أخذ فرشة فيها موية خفيف وراح أبدأ أدمج. طيب راح أبدأ أدمج بشكل خفيف بخطوط طالعة على برا، طيب عشان تعطيني في للعين تفاصيل حقيقية. هذا الشكل أخذ من الدرجات اللي سويتها بشكل خفيف وأسحبها على تحت. طيب مو من الأسود، لا من الحدود اللي على برا. طيب الحدود هذه راح أسحبها على برا، على جوا أقصد، بهذا الشكل. طيب وراح نشتغل نسوي لمعة وملمعة وأشياء زي كذا. إيش اسم الألوان؟ هيمي قواش من شركة هيمي. طيب تلقينها بموقع كانفس، إذا حابة تطلبينها استخدم كود الخصم اللي هو AX24 راح يخصم لك من قيمة الطلبات. وإذا تبغيني أرسل لك الرابط حق المنتج تعالي الإنستغرام، مع إني أتوقع إني حطيتها لكم مع أدوات الرسم بالإنستغرام. بالإنستغرام طبعا حطيت لكم كل أدوات الرسم يستخدمها سواء مائي وقواش وأي شيء ثاني. طيب الآن خط العين من فوق راح أغمقه بلون بني، طيب مع أحمر خفيف مرة، طيب يعني ما بقى يكون داكن. وأنتبه AX24 ويا عمري كذا كود الخصم استخدموه راح يخصم لكم من قيمة الطلبات. طيب 10% تقريبا. راح أبدأ أسوي الحين خط العين من هنا، طيب بشكل خفيف مرة، كنا ما نثقل الخط بشكل خفيف. طبعا فرشتي شعراتها ترى خربانة للأسف، إنها واقفة كذا بشكل متقطع، فبحاول إنه تطلع نتيجة حلوة وما تحوس. طيب هسوي لها خط للعين بشكل بسيط بهذا الشكل، عشان بعدين لما أشرح التفاصيل أتوضح الشكل. شكرا يا عمري، يسلموا يا قلبي. العيون تسوي فرق رهيب في التفاصيل، مرة مهمة. يب والله العيون، العيون عندك والشفايف حسها تبرز ملامح الوجه. يوم من زمان عم بثك وحشتيني يا عمري، أنا والله نورتيني يا قلبي. أهلا أهلا أهلا. طبعا أنا جاتني فترة مرة كنت أحب أفك بث وأشرح بشكل مرة حلو، يعني كنت أستمر بالبثوث وعادي ما أتعب وقت الشروحات هذه، بس بعدين صار عرفت تحسون الشغف راح، أحس ما دخلت حتى أرسم لنفسي. بس يلا إن شاء الله أبدأ أرجع الوضع. أحيانا أحس الواحد بس يمل من نفس الشيء اللي هو يسويه، أحس لو شفايف مثلونية كذا أفضل عشان واقعية تلمسي أطراف مع البشرة. الشفايف بخليها ما هو غامقة مرة، بس راح أشتغل على تفاصيلها عشان تبان فيها لمعة، لأنه لما نحط شيء داكن زيادة مثلا زي الشعر ولا باقي تفاصيل العيون أشياء هذه تعطيني إنه شفايف خفيفة، فأحيانا اللون ما تكون قوية أو ثقيلة بس تحتاج تفاصيل. طيب الآن راح أشتغل على العين من تحت، طيب لين ما تنشف اللي فوق. الحين بس راح أشتغل بفرشة التفاصيل عشان نشتغل التفاصيل. كنت تفتحين بانترست تشرحين اليوم شفتي كيف كنت مدلعتكم قبل، حرفيا كنت مدلعتكم مبسوط ما كانت توقف على الشروحات. بس الآن صراحة صرت أنزل شروحات على اليوتيوب الفترة الأخيرة، برضو اللي كسلني زيادة كانت عندي بثوث هنا ما تنحفظ لما أنا أشرح عليها وأتعب زي كذا ما تنحفظ، عرفتي؟ فأنقهر الشرح ما يمديني أرفع على اليوتيوب، بيصير الكل فعليا يقدر يستفيد غير بثوث تيك توك هنا. كنا مدلعين. يب يب. ايش اكثر نوع رسم تستعمل فيه، مائي ولا رصاص ولا ايه؟ انت في المدينه منوره؟ يب في المدينه. صراحه انبسط بالمائي، المائي كذا يعطيني شعور حلو. الرصاص والفحم ما احبها بالاوقات لما اكون على السريع وكذا تعطيني شعور حلو برضو، بس اللي اكثر شيء صراحه المائي.
المائي ألوانه مبهجة، الفحم أحسه شوي يجيب الكآبة يعني بالنسبة لي. طيب بسم الله، لا مش أنا. طيب الآن نشتغل على الشفايف من تحت، راح أشوف الأماكن اللي تحتاج. كنا بنشتغل على العين وراح الشفايف، راح نشتغل على الأماكن اللي تحتاج تغميق أكثر. طيب فبتكون عندي العين من تحت، لا لا بتكون أيوة روحي، العيون من تحت بتكون تحتاج إني أضللها أكثر عشان تعطيني إن العين فيها تفاصيل من تحت. طيب فأشوف الأماكن اللي تحتاج تفاصيل أجلس أشتغل عليها. آخر شيء آخر شيء آخر شيء بكون معايا اللي هي اللي زي تفاصيل البشرة، تجاعيد ما تجاعيد. ما جربتي ترسمين أكريليك وزيتي؟ إلا والله كنت أرسم. الآن عندي 3 لوحات أكريليك من اللوحات القديمة اللي كنت أرسم عليها. الأكريليك قد نزلتها هنا، بس الزيت اللوحات اللي كنت أرسمها الآن ما قد نزلتها على تيك توك. اللوحات اللي عندي كانت بالأكريليك والزيت يقلبوها مقاساتها كبيرة، 2 متر 2.5 متر، كانت زي كذا مقاساتها شوي كبيرة. بس اني وقفت على الأكريليك وهذه وقفت، لان صراحة احسها تحتاج وقت مرة، وقت ان الواحد يرسم فيها وهذه، وانا مو من الناس اللي عندي وقت كثير صراحة، فما ارسم بأكريليك وزيتي. احب الرسمات اللي تخلص بساعتين يعني 3 ساعات، اذا كثرت مرة يعني زي رسماتي كنت ارسمها بالفحم كانت تاخذ 10 ساعات، فيعني مو مشكلة، بس اكثر من كذا لا والله امل امل بسرعة. طيب الان شوفوا كيف العيون، هنا فرق وهنا، هنا تحسن فيها تفاصيل هنا لا. هنا راح اضيف لون اصفر على عدسة العين ولون ابيض عشان تعطيني فيها حياة العين اكثر. نفسي اتعلم، عندي دورتين. طيب دورة لتعلم الرسم الواقعي، شوفوا المحاور حقتها فيها شروحات مرة حلوة، مرة راح تغير مستواكم بإذن الله. حاليا عرض رمضان دورتين بسعر دورة واحدة، فاللي راح يشتري الدورة راح تنزل لها دورتين مع بعض، فلا تفوتكم الفرصة. المحاور الدورة فيها تعلمون كيف ترسمون قياسات الوجه، كيف ترسمون شفايف أنف عيون، تفاصيل الوجه بالكامل، كيف تسوون تفاصيل البشرة، التضليل وأشياء مرة كثيرة، الشعر، انعكاس الموية. يعني اللي بيدخل بإذن الله راح يتعلم ومرة راح يستفيد وراح يغير من مستواها بشكل مرة كبير. الدورة موجودة بالرابط حقها للتسجيل بصفحتي هنا بتيك توك، شروحات مسجلة تقعد عندكم للأبد. عجزت أعرف ألوان بالألوان بالألوان المائية، ما تضبط يطلع جزء جزء فاتح، إيش الحل؟ خسارة لو لحقتي على البث من البداية شرحت فكرة التضليل. شوفي بالمائي حاولي تاخذين الموضوع بطبقات. طيب يعني الطبقة الأولى حطيها أول مرة تكون طبقة الأساس، وبعدين ابدأ يشتغل على التفاصيل، إنه تكون هنا أماكن غامقة هنا أماكن فاتحة على مهل. لا تستعجلين بالرسمة عشان تطلع لك نفس ما أنت حابة. طيب الآن بلون أحمر أو لون وردي، ممكن ناخذ وردي، نخففه بالموية وراح أخليه هو مدمع العين عشان يعطيني كده لون المدمع نفسه. المدمع العين غالبا يكون من درجات الوردي. طيب هذا الشكل عشان يعطيني عمق للعين أكثر. من هنا برضو راح أغمق بشوي خفيف عشان تعطيني إن العين فيها زاوية على جو. طيب طيب هذا الشكل، نفس الفكرة للعين الثانية. فصراحة الخط شيء ممتع، مع اني ما قد جربت اني اخط واشياء زي كذا، بس احسه شيء مرة حلو. طيب هذا الشكل، شكرا يا عمري على الوردة الحلوة، ممتنة لطفكم. طيب نشوف ايش باقي برضو، مبدع شكرا، يسلم ويسلم. طيب الان بخفف بس من هنا، فيها جات فاتحة بزيادة. طيب نشوف ايش باقي برضو. طيب العين من هنا ما اشتغلت عليها زاوية العين من هنا، فراح ارجع أحط أماكن ظل زي كده عشان تعطيني بروز. طبعا هنا مقدمة الأنف بيكون عندي فيه لمعة عشان تعطيني إنه الأنف فيها لمعة وبروز على قدام. ليش ما ترسمين غير الأرواح؟ لأني استمتع فيها لما أرسمها. الطبيعة أرسم بس صراحة مو كثير، لأني ما ألقى فيها متعة مرة، يعني نفس المتعة اللي ألقاها برسم الوجه. يب ممكن ارسل لك رسمي، بس كمان ابشر من عيوني يا قلبي، تعالي للانستغرام وارسلي لي. طيب اللي ما سووا لايكات للبث سووا لايكات وشيروا البث لاي احد حاب يتعلم رسم. كمان قناتي على اليوتيوب فيها شروحات بالمائي بالقواش، رسم طبيعه، تضليل البشره بالمائي، اشياء مره حرفيا كثيره. فاللي ما شافوا الشروحات على المائي روحوا شوفوها، راح تساعدكم باذن الله. وكمان البثوث التعليمية اللي أسويها هنا على تيك توك كل أبوها أرفعها وأنزلها لكم على
قناتي في اليوتيوب، فلا تفوتكم. طيب الآن مقدمة العين من هنا راح أحط لها نقطتين تكون شوي غامقة من هنا وبرضه من هنا، عشان تديني إنه العين كأنها كروية وكأنها كده داخلة على جو. طيب هذا الشكل. كيف أشترك بالدورة؟ أدخلي على الرابط اللي موجود هنا بصفحتي، راح يدخلك على الدورة نفسها، تدفعين الرسوم ويطلع لك رابط اللي هو شروحات الدورة. بعد ما يعني تدفعين الفلوس تطلع لك الشروحات حقت الدورة وبس تبدين تتعلمين عليها. الدفع في خيارات كثيرة للدفع، سواء كنتي من الخليج أو من برا يمديكي. مساء الخير، أهلا. إيش كراستك حقت الفحم؟ كراسات الفحم عندي في براينو، هي اللي كنت أنا أستخدمها بشكل أساسي، اللي عليها رقم 6 كذا لونه أزرق. وبعدين اشتريت واحدة ثانية اسمها في براينو أكاديمي، تعليم ذاتي، هي بتعليم ذاتي بس برضو ال شو اسمه، تقدرون تتواصلون عندي معايا على أي استفسار أو أي شيء تبغونه. شفت أرسم صار لي فترة مرة طويلة ما رسمت، الاختبارات والمدرسة مرة عائق بس أهم. والله شوفي الدراسة حرفيا يعني ما يمديكي توفقين ما بينهم زي كذا، بس خلي معاكي دفتر صغير لو بس سكتشات، عرفتي، أو كراسة صغيرة، رسمات صغيرة، مو شرط تكون احترافية، بس لما تقطعين الرسم بشكل كامل وتوقفين لما ترجعين صراحة ما تلقين أي حماس، بس لو تخلين معاكي شيء بسيط أنت منها تتعلمين إنك ترسمين بوقت قصير أكثر، عرفتي. فأحس مهم إن الواحد يكون يرسم بشكل يومي لو مو رسمات يعني واقعية بشكل كامل. طيب من هنا راح أعمق. أنا صراحة يهمني بالرسمات إني أشتغل على جزئية العيون أكثر شيء، أربي الدبان اليوم مسوي فعالياته. فحم جنراز من وين تشترينه؟ طيب فحم جنراز أنا أخذته قبل من متجر بالإنستغرام. طيب مو فاكرة إيش اسمه، لأن المتجر مرة قديم، تقريبا مرة 2019 يمكن اشتريته، ووقتها ما استخدمته غير السنة هذه أو السنة اللي فاتت، يعني هي اللي بديت أرسم فيه، فمو فاكرة إيش كان المتجر، بس أنتوا اكتبوا بجوجل ويطلع لكم الأماكن اللي توفره. يب بس كنت انتظر تلبسين بفرش كريت من وين حملتيها؟ طيب فرش بروكريت، قبل كنت مشترية فرش بروكريت، مو هذا اللي الآن اللي تو صورت ورسمت معكم فيه، لا اللي قبل كنت مشترية مجموعة فرش بفلوس وكانت مرة حلوة، بس لما خرب أيبادي طارت الفرش معاها المدفوعة. فحاليا الفرش اللي عندي كذا فرشة أنا معدلة عليها، وفي فرش أنا محملتها ولا لا، والله مو فاكرة في فرش صراحة محملتها ولا لا، بس يب أتذكر في بنات قالوا في فرش، واحدة بتويتر كانت مسوية مجموعة فرش مجانية، ادخلوا وشوفوا إذا تلقونها. أيوة فرش أروى، يب هي، أتوقع كان عندي مجموعة حملتها من عندها، كانت منزلتها بتغريدة، بس صراحة ما أدري إذا هي بالمجموعة عندي بالأيباد هذا ولا اللي قبله، مو فاكرة. من الأيباد اللي عندي الآن ما يعني ما صراحة ما روقت وشفت الفرش اللي كانت عندي، عكس زمان يعني زمان كنت حفظ الفرش بأسمائها. طيب بتويتر اكتبي فرش بروكريت وتطلع لك، أو بجوجل اكتبيها بجوجل وتطلع لك. تو دخلت، ممكن أنواع الألوان اللي مستخدمتها؟ أستخدم ألوان جواش من شركة هيمي، أخذتها من موقع كانفس، مرة حلوة صراحة، مرة 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 حلوة هالألوان. طيب الآن من هنا راح أحط فتحات البني، بس مو بأسود، بني. طيب وتكون يعني خط صغير، ما تكون يعني مرة أتعب على الفتحات الأنف، لا بشكل مرة خفيف. اكسبلور البث، نورتيني يا عمري، أهلا. تكون خفيفة عشان ما تطلع لنا الرسمة إنه فيها مشكلة، عرفتوا. وبعدين لأنه لما نكبر الفتحات تكون بني ولا أسود يطلع لي شكلها شوي غبي، عرفتوا، تطلع لي الرسمة كده فيها تفاصيل ما هي حلوة. وبعدين باللون الفاتح أجي وأسوي الفتحات، يعني أحط موية بعدين أرجع أعدل على الفتحات حقت العين. تمام. الآن أرجع لعدسة العين لأنه ما خلصناها، إذا أنتم ملاحظين راح أحط لون أصفر. طيب واللون الأصفر هنا عندي درجات، كذا درجة عندي، راح أحط لون أصفر وراح أعبي العين من جوا. طيب هذا الشكل عشان تعطيني إنه الرسمة فيها حياة أكثر. شايفين أنا زي ما قلت لهم أبغاها تكون فيها تفاصيل عسلي، فهنا الفرق يوضح معي. هذا الرسم على كراس، يب على كراسة. طيب والعين الثانية نفس الفكرة برضو، راح أغمقها شوية، خففها بموية لأنه طبقات القواش ثقيلة، فتقدر طبقة تغطي على طبقة، عشان كذا أنا من أول أقول لكم أنا أرسم فيها بطريقة الماي، أنا نخليها خفيفة ما نثقلها مرة. طيب آخر شيء راح أحط لون أبيض وأسوي رموش بحيث تطلع لي الرسمة نفس ما أنا حبتها ونفس الواقعية اللي أنا استناها. تمام. طيب
نشوف ايش باقي برضو. ورق ما يتأثر بهالألوان؟ لا ما يتأثر، هذا الورق يكون خاص للألوان المائية، وبرضو عندي مجموعة ثانية ورق خاص بالقواش يتحمل عادي. ليش الناس اللي ترسم بالألوان ما تضيف؟ طيب شوفي، عندك زي الأزرق هو لون ظل بالرسم، هو لون ظل طيب، فلما تحطينه على الرسمة يديك انعكاس ظل. حتى اللي يرسم بالرسم بالأقلام الخشبية نفس الفكرة، يستخدمون عندك الأخضر والأزرق، أحيانا بعضهم يأسسون فيها الرسمة بالكامل بحيث يعطيهم لما تخلصين طبقات الرسمة يعطيك بشرة غامقة مثلا، ويعطيك انعكاس الأماكن ظل. فالطريقة هذه مرة حلوة صراحة، بس أنا ما أستخدمها كثير والله للأسف، إني ما أستخدمها كثير. أنا أعتمد على الطبقات اللي أنا أحطها وأنا أشتغل، يعني أغمق من هنا أغمق من هنا. فكل رسام هو يشوف اللي يحس إنها تناسبه أكثر شيء ويستخدم هالطريقة. طيب الآن شوفوا، لون عندي لون أبيض هنا، لون أبيض قواش، فهنحط هو عليه لمعات العين طيب، عشان يعطيني إنه الرسمة فيها واقعية أكثر. شايفين من هنا لما نحط لمعة حرفيا تعطيني شكل للعين مرة حلو، تعطيني إن العين فيها واقعية أكثر. طيب هذا الشكل. طبعا الأنف نقدر نحط عليه لمعة من هنا، الشفايف لسه ما خلصتها، عشان تعطيني بس إن في تفاصيل للرسمة وكأنه فيه لمعة حقيقية، لمعة طبيعية للبشرة. فنشوف الأماكن اللي تحتاج نحط عليها لمعة ونحط عليها لمعة. هنا حطيت لمعة عشان تعطيني إن الأنف بارز، بس بخففها بيدي بهذا الشكل عشان ما تكون شاذة. طيب اللي ما تابعوا حسابي سووا المتابعة، شيلوا البث، سووا لايكات مرة كثيرة. طيب الآن برجع للشفايف. طيب أباخذ لون غامق شوية وأحدد فيها الشفايف، بس ما راح أحددها بشكل كامل، لا راح أسوي بس خط الشفايف من هنا بحيث تطلع لي فيه تفاصيل أكثر. طيب هذا الشكل من هنا. طيب إيش بعد؟ اللي ما تابعوا قناتي، قناتي اسمها عبير الحربي، مسوي عليها ترى شروحات مجانية مرة حلوة، مسوي عليها سلسلات تعليمية، أنزل عليها برضو شروحات رسم، قد رسمنا عليها شخصيات بشكل كامل. شوفوا هنا الآن أجي للشفايف، راح أسويها بخطوط بهذا الشكل، ما تكون خطوط بشكل واقف، لا بشكل مقوس، عشان تعطيني إنه الشفايف فيها تفاصيل، وإنه الشفايف تدرجات، يعني بدون ما أحط أشياء لمعة تكون تعطيني إن الشفايف فيها تفاصيل. تمام، واو شكرا يا عيني. طيب والشفايف اللي فوق برضو نفس الفكرة، هغمقها بشكل خفيف من هنا، بس ما راح أوصلها لنهاية، لا بس من فوق من هنا، عشان بعدين راح أدمجها على تحت. تمام، عشان بعدين بس راح أدمجها على تحت بهذا الشكل، سوي خطوط لما أجي أشتغل على الدمج تعطيني طبقة مرة حلوة. رمضان هالسنة الحمد لله مرة تعب، شوفي أحس رمضان السنة هاي صراحة الوقت سريع، بس رغم ذلك تحسين يعني فيه تعب، مع إنه الوقت حرفيا مرة يروح بسرعة، ما تحسين يعني بتعب الصيام وزي كذا، بس تحسين كيف أقول لك، ما أدري كيف أجيبها لك، تحسين ضغط ومو ضغط. بصراحة مسلسلات وأشياء زي كذا ما تابعت للآن، لي يومين شفت مسلسل هذا ولدنا ولا من هو ولدنا، حسيته حلو، فكرته حلوة صراحة، المسلسل ممتع. طيب شوف لما جلست أشتغل على التظليل في خطوط خفيفة اللي هي تعطيني لو سمحت ورينا ألوان ترسمين فيها، أبشري من عيوني، بس خليني أخلص أرفعها لكم. نزلتها لكم أول ما بدينا الرسم، ألوان قواش من هيمي، مصورتها وحطيتها لكم بإنستغرامي برضو. هذا ولدنا يا هذا ولدنا، هذا ولدنا ولا من هو ولدنا؟ والله ما أدري صراحة، بس إنه مسلسل حسيته حلو، شفت حلقتين منه مو كاملة، بس إني يعني جلست اللي أبو 10 دقايق 20 دقيقة، حسيته ممتع صراحة. أنا تعجبني المسلسلات اللي تكون فيها طابع كوميدي أكثر من دراما. طيب طيب نغمق من هنا برضو، آخر شيء راح أضيف لمعة بشكل خفيف، وراح أشتغل على الرسمة بعدين، بس يعني كذا أروق راح أكمل تفاصيلها أكثر عشان تبالي بشكل واقعي. الحين تقريبا كأني أسستها معاكم بشكل كامل، بعدها راح أبدأ أشتغل على تفاصيل تكون بالبشرة، راح أغمق أماكن وأماكن لا عشان أوصل للدرجات المناسبة. بالمائي أنا صراحة عكس الرصاص، الرصاص لما أجي أنا أرسم أجلس على جزئية واحدة، يعني مثلا أبدأ بالعين وبعدين أخلصها، أبدأ بالشفايف وبعدين أخلصها زي كذا، بالمائي لا صراحة أبدأ برسمة كاملة كل بوها. استمري بصرن أنت في العزيزية، إنه علميني رسمة، أحس عندي الموهبة بس مو عارفة أنميها.
شوفي عندي دورة تعليمية، الرابط حقها هنا بحسابي، وعندي شروحات مجانية على قناتي في اليوتيوب. كمان بثوث تيك توك دائما تكون بثوث تعليمية، واتكلم فيها واشرح فيها عن الرسم وكيف نسوي هذا. فاذا انتي حابة استمري بإذن الله معنا، وبتلاحظين نفسك مستواك تغير. حاليا تابعي الشروحات اللي موجودة على قناتي في اليوتيوب اذا انتي حابة، فيها اشياء مرة حلوة واشياء شرحتها من الصفر. طيب باقي عندنا الرموش، نشوف الرموش كيف راح اسويها. شوفوا الرموش راح ناخذ لون بني، طيب بس ما راح اخليه ثقيل، راح اخليه خفيف. عادي طالعين فيديو بعد البث؟ فيديو لايش؟ للالوان ولا لايش؟ طيب راح نسوي الحواجب الان، واخلي رموش اخر شيء. الرموش صراحة افضل اني اسويها بشيء خارجي، اما اقلام او اقلام ايش يقولوا لها. شوفوا كيف راح اسوي رموش شعره شعره نفسه، ما انا ارسمها بالقلم بس لانه ما عندي فرشة مرة صغيرة. ابشري من عيوني، حاضر. ما راح تكون عندي فرشة صغيرة فما اقدر اسوي رموش، ما اتحكم فيها مرة بالفرشة الكبيرة هذه، فممكن اسويها باقلام، ممكن اسويها بالفرشة هذه نفسها. طيب الرموش الان راح اشتغل عليها اول شيء بطبقة بني بهذا الشكل. طيب ننزل على تحت كده. طيب ونفس الفكرة للجهة الثانية، الحواجب، الحواجب قصتك، يب الحواجب. انا الحواجب والرموش عندي كلهم نفس الاسم، لما اجي ارسم لازم اخبط فيها. طيب كأني اعبيها بس كده على الخفيف ارسمها، بعدين طبقة ثانية تكون انه اثقلها اكثر، عرفتوا؟ طيب هذا الشكل لين ما خلصها. طيب كذا. طيب نكتفي بشرح اليوم لهنا، الفيديو بالكامل راح ينزل على قناتي في اليوتيوب ففهمينك معي. طيب بنقفل البث، نكتفي بهذا الشكل. الفيديو البث كامل راح ينزل على قناتي في اليوتيوب اسمها عبير الحربي، تعالوا هناك. ممكن اسوي رسم الرموش مقطع وانزل لكم اياه هنا بتيك توك. ايش كمان؟ بإذن الله بكرة إذا لقيت بكرة في عندنا بث. طيب بس نشوف إذا نكمل الرسمة ولا نرسم شيء جديد. فاللي ما سووا متابعة يسوون متابعة. أشوفكم بإذن الله بث جاي. سي يو.